نحطوا العناوين اونيف ديال الصفحه اش تي ام ال ديالنا، عندنا واحد المجموعه ديال المستويات. المستويات كتبدا من 1 حتى 6، وداكشي علاش كنشوفوا عندي هنايا من H1 حتى H6. دونك H1 H2 H3 H4 H5 and H6. وكيف ما كنشوفوا هنايا كل مستوى عنده واحد القياس. اكبر مستوى في القياس هو H1 واصغر مستوى هو H6. وداكشي علاش كنشوفوا اونيفو ديال المستويات اكبرهم هو 1 واصغرهم هو 6. داكشي علاش درنا هنا باللغه الانجليزيه هايست ولوست، وهذه هي المستويات غادا بالتسلسل من الاكبر للاصغر. غير هو السؤال المطروح هنايا، علاش عندنا 6 ديال المستويات وعلاش كنحددو كاين اكبرهم وكاين اصغرهم؟ واش هادشي عنده شي معنى؟ عنده معنى، لان هاد المستويات ما تحطاتش بالديفيني القياس. مثلا الا كان عندك واحد العنوان اللي هو القياس ديالو كبير غادي دير H1، ولا كان عندك واحد القياس ديالو صغير غادي دير H6. لا، ما داش على هادشي. هاد المستويات كتعني بانها الاهميه، هاد H1 كتعني اكثر عنوان اهميه اونيفو ديال الموقع ديالك ولا اونيفو ديال هذاك الدوكيمون اللي غادي تكري هو H1، وداكشي علاش درنا ليه هنا هايست. اصغرهم اهميه هو H6، وداكشي علاش درنا لي لوست. دونك انت ملي كتكون كتاناليزي في الديزاين اللي غادي تشدوش انتيغري وتحط ليه HTML، كتشوف العناوين وكتحاول تصنفها بالاهميه. دونك H1 هو اكثرهم اهميه والH6 هو اقلهم اهميه، وماشي بالضروره يكونوا كاملين اونيفو ديال واحد. اجي نكملوا هنايا، عندي بعض العناوين حطيناها. دونك هكا كنكتبوا الطاق ديالنا H1 H2 H3 H4 H5 H6. كيف ما قلنا ماشي بالضروره يكونوا كاملين. غادي نشوفوا الخاصيات ديال هادشي. اول حاجه عندنا هي اللي كنحددوا بها كيفاش الكونتينو منظم، ولا دوك المستويات كيحددوا لينا واحد الهايراركي، واحد التسلسل اونيفو ديال الموقع ديالنا، اللي كتعني بانه من شفنا ديك الطابل كونتينو ولا ديك الفهرس في الفيديو اللي فات، شفنا كره كاين واحد التسلسل، كاين واحد التسلسل من الاكثر اهميه لاقل اهميه. شنو عندنا ثاني؟ هاد H1 و H6 هما واحد الوسيله اللي كنستركتشيو بهم، كننظموا بهم، كننظموا بهم المحتوى ديال الموقع ديالنا. من نظمنا المحتوى ديال هذاك الفهرس اللي شفناه، دونك راه استعملنا دي تيتر اللي هما كبار، واستعملنا عناوين اللي هما اقل حجما منهم. دونك اللي كتعني بان هذاك السايز اللي كيتستعمل كيحدد لينا الدرجه ديال الاهميه اونيفو ديال داك الفهرس. العنوان الرئيسي نقدر نستعمل H1 مثلا، السكشنز كنستعملو من H2، واللي اقل اهميه ولا الابناء ديال H2 نقدر نستعملو من H3. دونك بالنسبه لينا هاد لي نيفو كيحددوا درجة الأهمية بالنسبة للعناوين. ثالث حاجة واللي بغينا نعقلو، بغيتكم تعقلو عليها مزيان، بأن راه هاد من H1 حتى H6 راه الغرض الأساسي ديالها هو الأهمية ماشي القياس. أوكي، ماشي القياس هو اللي دار عليه هاد H1 و H2 و H3 حتى H6. لأن بزاف ديال الناس أوكي كيبدا أناليزي في الديزاين تيقول هاد التيتر صغير ندير ليه H5، هاد التيتر كبير ندير ليه H2 ولا H1، دونك كيعزل داكشي عشوائيا. لا، ما كنعزلوش داكشي عشوائيا، كنعزلوه بدرجة الأهمية. دونك الإمبورتانس ماشي السايز، ماشي القياس. كاين واحد الحاجة وحدة أخرى، هاد H1 اللي تيكون فيها العنوان أكثر أهمية أونيفو ديال الصفحة ديالك، هادي خاصها تكون وحدة وماشي بزاف. دونك H1 ميمكنش وما خصناش نديرو أكثر من وحدة. راه البروزر ما غايقولش لك عندك مشكله، ولكن انت ملي غتكون تحط الكود HTML ديالك ما خصكش دير اكثر من H1 اونيفو ديال الموقع ديالك، لانك ملي كدير وحده كتحدد بان هذا هو التكست الاكثر اهميه اونيفو ديال الصفحه ديالي. كاين حاجه وحده اخرى تاني، بان هاد الهيدينغ تاكس كيف ما قلنا راهم ما كيحدوش القياس، وكنركز عليها وكنعاود نركز عليها، ما كنحدوش بهم القياس، كنحدو بهم الامبورتانس.
كاينه واحد البوان وحده اخرى ما عمرك تنقز النيفوات ولا المستويات. اوكي الا كان عندك واحد العنوان اكثر اهميه هو اللي كاين وكاين واحد غتستعمل H1 كتبقى تاناليزي في الديزاين ديالك كتشوف كاينه عناوين مي اقل اهميه من هذاك العنوان الرئيسي كتستعمل H2 ماشي كتمشي تنقز H5. اوكي دونك كتم غادي بالمستوى ودك المستويات انت ديما في راسك كتحدد بهم درجه الاهميه. ارا نشوفوا دابا اشنا هو الكونتوني ولا اشنا هما لي طاغ ولا لي زيليمون اللي كنقدروا نديروهم وسط من H1. اي اليمون كاين في هذه الكاتيجوري ديال فريزن كونتنت كيقدر يكون وسط من H1. كمثال عندنا هاد لي زيليمون ABR بيير باتن كاع هاد لي زيليمون اللي كاينين في هاد الفريزن كونتنت كنقدروا نديروهم وسط من هذيك الاتش 1 ولا من اي وحده من H1 حتى H6. دونك بالنسبه لينا كاع لي زيليمون ديال هاد الهيدينغز من H1 حتى H6 كنقدروا نديروا وسط منهم اما تكست اما شي تاغ من هادو كاملين. اي كاين واحد الحاجه وحده اخرى ثاني اشنا هو البارنت ولا شنو هو الاب اللي يقدر يحتضن هاد الهيدينغز ولا مثلا اشنا هو الاب اللي يقدر يحتضن هاد الاتش 1 كتاغ ولا الاتش 2 ولا الاتش 3 اي وحده فيهم. كاع لي زيليمون اللي يقدروا يكونوا اباء ديال لي زيليمون ديال الفلو كونتنت يقدروا يحتضنوا الهيدينغز وكمثال هاد الاي. غندير واحد التيست هنا دونك غادي نمشي للكود اش تي ام ال ديالي اي غادي نحاول نكتب كونتوني هنا دونك غنجي وغنحط الهيدينغ ديالي من H1 حتى H6 H1 ندير مثلا واحد الهيلو ونديبليكيها وغادي نجي هنايا وغندير H2 H3 H4 H5 H6 اوكي ندير هادي جايه H3 H4 H5 H6 سوفغاردي اكشواليزي لاباج ديالي كتشوفوا بانه حط ليا كاع لي تيتر كل وحده فيهم كتشوفوا بانها كبر من الاخرى لان كيف ما قلنا هادو راه داروا باش كنحدوا لامبورطونس. باش نجاوبوا على ديك المساله شنو هما لي زيليمون اللي نقدروا نديروا وسط منها قلنا بان نقدر ندير وسط منها واحد الا هاد الا اللي كنحدوا بها واحد ليان وغادي نشوفوها من بعد غنديروا مثلا هيلو وورلد. اوكي نعرفش لا باج ديالي هاد الطريقه اوتوريزي انا نقدر كاع نجي ندير هنايا واحد الاي اللي هي واحد الطاغ وندير وسط منها H1 وندير hello وانا عارف ايش هي لاباج ديالي. دونك هادوك بجوجهم اوتوريزي.